في حفل افتتاحيات كأس العالم بقطر، المعلق التونسي عصام الشوالي حاول يتغنى نوعا ما بالأمجاد ديال العرب وقال: احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم، واسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد. هاد العبارة ديال اسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد كاين بزاف الناس اللي دوزوها ومرضوهاش البال، ولكن انا من الناس اللي فريمون بغاو يعرفوا شكون هو شارلمان وشنا هي هاد الساعة ديال هارون الرشيد وشنو هي القصة ورا هادشي. واكتشفت واحد القصة ممتعة وعجيبة وفي نفس الوقت كتبين قمة الرقي والازدهار اللي كان تعرف على الخلافة الإسلامية في هذيك الوقت، خصوصا بعد تولي هارون الرشيد للخلافة ابتداء من سنة 786 ميلادية. القصة وما فيها هو أنه فهاديك الوقت مجموعة من الممالك والدول كانت كتبعث الطلبة ديالها باش يدرسوا في بغداد العلوم اللي كانت متواجدة بكثرة في ديك العصر، اللي ساهموا فيها بالطبع مجموعة من العلماء المسلمين، أولا في الترجمة ديالها من اللغات القديمة إلى اللغة العربية، وكذلك استمرارهم في البحث في مجموعة من المجالات من بينهم الرياضيات والفلك وزيد وزيد. وفي ذلك الوقت من البعثات اللي كاينه كانت البعثة الرومانية اللي جاية من مملكة الفرنجة أو ما يسمى بفرنسا حاليا، وكان الحاكم ديالها هو شارلمان. فمنين سالت البعثة الدراسة ديالها وديكشي اللي جات عليه، هارون رشيد بعث معهم واحد الهدية لشارلمان اللي هي عبارة عن ساعة مائية ما عمر كان بحالها في أوروبا. هاد الساعة المائية كانت مصنوعة من النحاس الأصفر، كانت تقريبا كتبلغ 4 الأمتار في الطول ديالها، وكانت كتخدم بتقنية الإسقاط، أي أنه كتبقى كدور بالقوة المائية وكيبقاو يسقطوا واحد الكرات معدنية على النحاس اللي كاين في الساعة، وهادشي باش كانوا كيعرفوا عدد الساعات اللي دازوا. وفي نفس الوقت ملي كتدوز واحد الساعة كيتحل واحد الباب وكيخرج واحد الفارس، كيخرجوا واحد الفرسان كيبانوا بحال هكا. كانت هاد الساعة هادي سابقة للزمن ديالها ومثيرة للإعجاب والتفكير كذلك. شارلمان والناس اللي خدامين معاه ضرهم راسهم، بغاو يفهموا كيفاش هاد الساعة هادي كتخدم وبهاد الدقة المتناهية، لأن ما كتغلطش، كانوا ديما كيجربوها وكيشوفوها كيبقاو مقابلينها باش يشوفوا كيفاش السيستم ديالها خدام ويحاولوا يفكوا الشفرات ديالها، ولكن ما نجحوا في حتى شي حاجة. والخطير في الأمر هنا غادي نهضروا على فضيحة شارلمان وهادشي اللي خلى الصحفي يقول لنا نمشيو نسولوا شارلمان على ساعة هارون الرشيد، لأنه كانوا الرهبان أو رجال الدين اللي كانوا في هذيك الوقت كيشوفوا ديك الساعة قالوا هادو غيكونوا غير الشياطين، لا ما يمكنش هادشي، ما يمكنش يكون الإنسان هو اللي خلقوا، غيكونوا هادو غير شياطين اللي خدامين فيها. وغير سمع شارلمان هادشي تاع الشياطين قال الجنود ديالو هرسوا لي هاد الساعة وقبطوها دقدقوها هرسوها مزيان. ومن بعد ويتناد من الحلاوة تاني مع السي شارلمان ويعيط على المهندسين ديالو والعلماء وقال لهم هافاكم هيا دي الساعة المهرسة، عاودوا حاولوا تعاودوا تقادوا لو ميم سيستم، تجمعوها تعاودوا تقادوها، ما قدروش، حاولوا بجميع الطرق، حاولوا يفهموا لو سيستم كيفاش خدام، ما تمكنوش انهم يخدموها. اقترحوا عليه بعض العلماء وبعض الناس انه يادغيسل ميساج انه يطلب من هارون الرشيد والعلماء ديالو انهم يعاودوا يصلحوا ديك الساعه او يعطيو ساعه اخرى، ولكن هو ما رضاش بهذه القضيه اللي وقعت لانها جات بحال قلتي وصمه عار على فرنسا وعلى الامبراطوريه الرومانيه كلها. وبهذا تكون سات القصة ديال شارلمان مع هارون الرشيد. وبهذه المناسبة كندعوكم أنكم تقرأوا شوية على التاريخ ديال هارون الرشيد ولا الخلافة العباسية في العصر ديالو، وبالخصوص تحاولوا تعرفوا بيت الحكمة، لأن هذا الشيء غادي يغير النظرة ديالكم اللي عندكم على اللي عند الأغلبية ديالنا على هارون الرشيد، على أنه زير نساء، مجرد زير نساء، فعلى العكس كان عنده واحد دور مهم في ازدهار العلوم ماشي فقط في العالم الإسلامي بل في العالم بأسره، لأنه كان قنطرة وصل ما بين العلوم القديمة اللي كانت مجموعة من اللغات والترجمة ديالها اللغة العربية، واللي خلاها من بعد دوز لأوروبا ومجموعة من الدول والقارات الأخرى. فشكرا على المتابعة ديالكم.